السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هو الخنزب وكيف نتخلص منه؟ خنزب هو شيطان الصلاة الذي لا عمل له سوى إفساد الصلاة وتضييع الخشوع. يبدأ عمله مع تكبيرة الإحرام وينتهي مع التسليم، وبينهم الوسوسة وقطع الطريق، فلا سير إلى الله بل بعيدا عنه. وهو يلقي في قلبك أثناء الصلاة أمور الدنيا التي لم تكن حاضرة في ذهنك قبل دخولك الصلاة، فتنشغل بها وتستيقظ عند التسليم. فكيف نتخلص من خنزب؟ عن أنس إن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءاتي يلبسها علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأدفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.